سابقا في دراغنو. اسمع طلع من هنا كيف مش عارف الضربه كانت 11 في الليل وهو خلى المعسكر قبلها بساعتين بس داهية. المشكله كيف عرف؟ احكي لي على عيلتك شوي. احنا زوج بنات ولد، انا الوسطيه بين امي الله يحفظها قايمه الحوش فوق راسها، وابوي متوفي من 96 في حادث سياره. انت نجلة وعرفتك، لكن اللي معاك ما عرفتش منه. النقيب عبد السلام الراجح من جهاز الامن الداخلي والرئيس المباشر لنجلة. ايه حكيت لي عليك نجلة، غير بس حبيت نسمع صوتك. فيك علي. علي فيك علي. الحمد لله حالك احسن. مجرد ارتفاع الهبوط في الضغط ادى الى ما انتهى الحمد لله، رجع ضغطك للمعدل الطبيعي وامورك احسن ان شاء الله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك يا وليدي، وهقتنا عليك من نامس. هذه عين وصاباتك يا وليدي، وانا نعرف عين من اللي مترزتنا. لحظه بس نعدي نادي عمر ونجي. وين الحبوب؟ ومش حنكرر سؤالي مرتين، وين الحبوب؟ مفيش غيرك تخش للمكتب تاخد مفاتيح السيارة. عمر وعلاء وأمي ما يديروهاش. وين الحبوب؟ جاوبيني. عندي. علاش واخدتيها؟ يا علي الحبوب حيقتلوك. ناس سألت عليهم الصيدة اللي قال لي عندهم حبوب هلوسة ويمكن يسبوا لك أزمة قلبية لا قدر الله. ومن أنت تدخلي في خصوصيتي؟ ها؟ ما عليك كاسح، ندير اللي يعجبني في الوقت اللي يعجبني، فاهمة ولا؟ عدي رجع الحبوب لمكانه وزيدي عاودي عملتك مرة تانية، دي قسما عظما نوريك النجوم في هذا الطور. بسرعة عدي. Thank you.
حسد. يا ابوي يقتلوني يا باتي، يا ابوي يقتلوني. ما فيش حد في هالدنيا حاس بي الا انت. هيدا اللي نبيك تكون ديما حريص عليه. ما تطقش في حد في العالم هيدا الا باتك. باتك بس. باتك اللي بمصلحتك. كلهم خونة. كلهم يتمنوا انك تطيح وتيا قدرك. كلهم يراجوا في اليوم اللي تكون فيه عاجز ومستحق لهم. ما تعطيهم الشرف هيدا انهم يتشمتوا فيك. رد بالك تعطيهم الشرف هيدا. ولا يحلموا يا باتي. ولدك سكر حيقعد سكر. الو، خير يا استاذ. اهلا يا عبادي، كيف معنوياتكم؟ المعنويات في السماء، والراجو في ساعة الصفر يوم 17. صار تغيير في موعد انتفاضة العاصمة من يوم 17 ليوم 20. وليش التغيير هذا؟ الموعد وصول استخبارات النظام جاهزين روحهم للتحرك يوم 17، فلهذا أجلناها 3 أيام. وكيف وصل لهم الموعد؟ باين في جواسيس في صفوف خلايا الثوار. على المهم حنكونوا جاهزين يوم 20 بعون الله. الله أكبر. الله أكبر. منصورين بعون الله. هاي أمان الله. في أمان الله. ملحنها من غير نية. والله ما صرت يا استاذ. هذا اللي طلع معي. مش مهم تو. الأغنية حتتسجل اليوم. تمشي تو للأستوديو متاعي تسجلها. لازم اليوم يا استاذة. لعشان رأيك يخلوها بعد شهرين أو ثلاثة. نقعد أوقف. تمشي تو للأستوديو متاعي تسجلها. وتبعت لي نسخة منها باش نصوروها نبعتوها للإذاعة تبتها. بسرعة. حاضر استاذ. حاضر. إذا كتر على موصول.
أنستيني يا أستاذة، شو سبب الزيارة؟ هيك كسرت والمكسر تجي لي مكتب جهة أمنية بيفتح الباب بشكل هذا؟ نا أي باب في الدولة هيدي نفتحه وما نشاورش، حتى باب القيادة خش له بدون ما نشاور. وهذه جهة أمنية تحمي في القيادة لو ناسيها. طز على شرط تطيبها انت. قاعد مخدم السفراجي. والله لك الشرف انك تكون السفراجي متاعي. في احلامك. انت من تحسب نفسك انا نقدر نفعصك فعص زي النملة بين يديا؟ وليش حتفعصيني؟ لاني ما جيتش على هواك. شو قصدك؟ قصدي واضح وانت فاهمة علي. لا مش فاهمة، اشرح لي لو سمحت. شوفي يا عبير، أنا النوع بتاعك نعرفه كويس في دارس، وبدأت أنت نعرف عليك هالبحاجات. طبعا هذا بحكم وظيفتي اللي تتطلب مني أني نعرف كل شيء على الستة مليون ليبي، وانت ليبية ولازم نعرف عليك كل شيء. وشنو اللي عرفتها علي؟ مستعدة تتحملي الكلام اللي حقولها؟ قول ما تخافش. اللي عرفته انك انسانة متغطرسة سادية تحبي تلعبي بالرجالة، واحدة في عمرك رفض الزواج لحد توه رغم ان مئات العرسان يتقدمونها بشكل يومي، انها تحب تلعب بكل واحد تتعرف عليه. بداية إعجاب، بعدها إدلال وغطرسة، وهذا كله باش تثبتي لنفسك إنك إنسانة مهمة في البلاد وإنك أقوى من أي راجل. برافو، حافظ الدرس كويس. الجو هذا اللي تديري فيه بري ديري على ملاعبية الكورة والمغنيين وباقي المشاهير اللي تحبي تلعبي بيهم. مش معي أنا يا حلوة، أوكي؟ وتو أنا مشغول وراي عمل. أنستيني يا أستاذة، وياريت مرة تانية تعطينا علم بزيارتك للمكتب باش تستقبلوك كويس. مع السلامة. شن عجباتك؟ عمر؟ شن تدير هني؟ استحشتك. شن جايبك؟ عبادي قريب يجي. شكلك مستحشتنيش. والله استحشتك موت، بس عبادي انت عارف للدرجة هذه خايفة منه؟ انت متعرفش عبادي، عبادي يدير اي شيء، مهم كل انت ما تطيحش. لازم نديرو حل، ولازم انت تفكري في حل معي. لو جيت خطبتك من عبادي حيرفض. هو قال هالي بلساني، أنا مستحيل نخليك تتزوجي بيه على خطر حكاية بوي. بوك؟ أي بوي. بوي ما ماتش في حادث سيارة زي ما قلت لك. بوي نقتل في مجزرة بوسلي.
وليش كتبت عليا؟ وقتها ما نعرفكش كويس، واكيد مش حنقول لولد الكاسح انه ابوي من اللي ماتوا في بوسليم. وانا شن علاقتي في مجرة بوسليم؟ مش يرفضني عبادي؟ عبادي يشبه اي شخص يخدم مع القذافي مشارك في مجزرة ومشارك في قتل بوي، حتى لو كان الشخص هذا مش موجود يومها. عند الكل متورط بما فيهم بوك. وانا نقول خير يعمل فيها هيك يومها الراجل يشبح لي تقول قاتل بوه للدرجة هذه، حاقد على الكل. ما تقدرش تلومه، بوه اتاخد غدر ومن يومها حياتنا انقلبت حزن وحرمان. دافي الكلب دار حتى اللي ما يديروش اليهود. خليك تضحكي، أول مرة نسمعك تسب القذافي. وبالك تحسبيني نحبها؟ نكارها من زمان. ليش بتأيدش الثورة؟ ما نقدرش. وشن السبب؟ وضعي ووضع عيلتي. انت عارفة ان احنا من، وما نقدرش نورط عيلتي في موضوع زي هذا. فاهمة عليك. المهم تو بري للدولاب افتحي تلقي سلاح الداخل وجيبيه. شني طالع ولا كيف جاي؟ لا كيف طالع، جيت ناخذ المندقة من المخزن وطالع. والله دراغنوف الروسية ممكن نشوفها. دوخك مليح في السلاح والباين انت خبرة في السلاح. سمعت عليك هلبة حاجات. زي شني؟ انك اقوى قناص في البلاد ومسمينك عين الصقر. ما شاء الله طلعت مشهور واني ما ندريش. تصير معاك انك تصوب على هدف وما تجيبهاش فيه؟ صارت لكن نادره. والغلط منك ولا من السلاح؟ شوف خدها قاعده هذه في حياتك، لما تصوب على هدف وما تجيبهاش فيه المره الاولى ممكن سوء حظ، لما ما تجيباش فيه المرة الثانية ممكن صدفة، أما لما ما تجيباش فيه المرة الثالثة أكيد في سبب والغلط مش فيك أنت، لكن لازم تعرف السبب شنو هو وتنحيه من طريقك. وقت الحساب يا عبادي، خنتني يا كلب وكتبت فيها تقرير باش تطلع، واليوم ما فيش من يخلصك بين يدي. باين لي خنتك باش طلعت. انت شن قدمت للنظام الفاسد باش طلعوك من الحبس؟ من اللي اعطاك المسدس؟ من اللي قالك اكتب علي حوشنا حوش الجردان؟ من اللي تو عرف روحه بايع شرفة؟ انا ولا انت؟ هذه اخرتها يا ناجي، توقف مع القذافي وانت اللي عشت عمرك كله تراجي في اليوم اللي الشعب يثور عليه.
كلها من عبادي. لو قاعد راجل ومخانش راهو ما حطيتش روحي في الموقف هذا. لكن انا درت اللي دار عبادي وبعد ضميري باش نطلع من الحبس. شنو الفرق بينه وبين عبادي؟ واصلا لو ما درناش شك رانا اللي توا في الحبس ومش بعيد حتى عدمونا من زمان. نزار قداش نباع؟ ب10 مليون وتحولوا بالكامل لحسابك في دبي. وحسابي في مصر في التجارة؟ تحول بالكامل لحسابك في مالطا. سيب لي فيدك ولا معي شوية. اسمعني كويس، طرابلس في أي لحظة ممكن تخش بعضها. كيف؟ شن صاير؟ التوار سيطروا على الزاوية بالكامل وخلال يومين حيكونوا في طرابلس، ووقتها طرابلس حتكون محرقة. وباي انت شن حدير؟ انا ماش عندي شيء في البلاد هذه، حولت فلوسي كلهم من برا وحنسافر. وباي معرض السيارات وباقي الاراضي اللي عندك؟ هذوك كلهم حنكتبهم باسمك، انت حتقعد في البلاد وحتستلم الخدمة كلها وحتحول الايرادات للخارج. انت وضعك تمام يا حمزة وماش في داير شيء، والآن مش حتكون عليك، وحتى لو فاز التوار مش حيقربك حد، فلهذا حتكون بكامل الحرية في الخدمة في البلاد ومش حيعرف حد إن المعرض والأراضي بتاعي. واني دراعك لمين وحنقعد طول عمري دراعك لمين. هيك يا صاحبي تو خلنا نرجعوا لحساباتنا، ضروري ما نكملوا قبل الفجر. ترى شوف لي الأرض بتاع الجيلة قديش تطلع. ايه وهذا كل الحسابات بدك تجمعها مع بعض. عادل قول لكم تفرغوا سلاح. ايش يا امس في الليل واعطانا الامر؟ الرقم المطلوب مقفل. غريبة، تليفونه مسكر. تصير معاك انك تصوب عليه هدف وما تجيبهاش فيه. صارت لكن نادرة. والغلط منك ولا من السلاح؟ شوف خذها قاعدة هذه في حياتك، لما تصوب على هدف وما تجيباش فيه المرة الأولى ممكن سوء حظ، لما ما تجيباش فيه المرة الثانية ممكن صدفة، أما لما ما تجيباش فيه المرة الثالثة أكيد في سبب والغلط مش فيك أنت، لكن لازم تعرف السبب شنو هو وتنحيه من طريقك. قاعد عايش ما ماتش. اسمع طلع من هنا. كيف مش عارف؟
الضربة كانت لحداش في الليل، وهو خلي المعسكر قبلها بساعتين بس. داهية. المشكلة كيف أعرف؟ أنت ولد الفلاح. إيه هنا. قول لي جماعتك اللي ركبوا الجهاز ياخذوا كورس في التركيب، قاعدين ضعف. هذا للكلب. طلعوا السلاح من هنا بسرعة. وبنرفعه. عادل يعرف مكان حواسكم. لا ما يعرفهاش. خلاص ارفعوا السلاح للحواس غادي. خزنوه ودفنوه تحت لوطة. بسرعة. بسرعة. جايينك جايبين المستقبل، جايب نبنيك بيديا يا بلادي. جايينك جايبين الحرية، جايينك جايبين المستقبل، جايب نبنيك بيديا. لا للظلم للطغيان، لا للجهل نبو يام زمان. يا بلادي جايين وجايبين الحرية،
جايين وجايبين المستقبل جايب نبنيك بيديا يا بلادي جايين وجايبين الحرية جايين وجايبين المستقبل يا بلادي ليبيا.